هذه هي القيمة الحقيقية للنادي الأهلي. من 20 سنة الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله يتسلم في جوهانسبرغ جائزة نادي القرن. كابتن حسن حمدي يكرم من قبل الاتحاد الأفريقي كأفضل رئيس نادي في أفريقيا. والكابتن محمود الخطيب في دبي في قمة سعادته وهو يتسلم جائزة النادي الأهلي. نشوف. And the top title winner is الأهلي. And accepting the award for Al Ahli is club president and Egyptian football legend Mahmoud Al Khatib. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن في البداية بذكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات الشيخ محمد بن راشد الدولية للاحتفالات وللإنجازات الرياضية على المستوى العربي والعالمي. يعني النادي الأهلي وجوده النهاردة في مثل هذا الاحتفال هو بالنسبة لنا شرف كبير، وبيسعدنا وبيسعد كل أعتقد المنطقة العربية والأفريقية. النادي الأهلي بيحاول بقدر الإمكان إن هو يعني يقدم شيء نجاحات تنافس الأمور العالمية. نتمنى إن احنا ننجح في دوت إن شاء الله. النهارده وجود النادي الأهلي كممثل للمنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي الكبير، أعتقد ده أمر بالنسبة لنا بيسعدنا كلنا وبيشرفنا كلنا، ونتمنى إن شاء الله في القادم يكون أفضل بإذن الله. تاني بشكر كل السادة الحضور وبشكر مؤتمر دبي العالمي على هذا الاحتفال. يعني شكرا، السلام عليكم. مبروك. طيب اللقطة دي تذكرك مع الفارق الثاني عن إنجاز 100 سنة، دي عن إنجاز عقدين بوقفة الكابتن صالح، ويأتي تداول الأجيال ليقف الكابتن الخطيب هذه الوقفة. حتى الآن الأهلي يحقق هذا الأمر، لكن خيالنا احنا الاثنين ذهب بنا هو النادي الأهلي يعني بيستشرف الأمور قبل ما تحصل ازاي. يعني فكرة ان النادي الأهلي يعمل شركة ويبتدي يفكر ان النادي الأهلي يدار من خلال مجموعة من الأنشطة بشركات متخصصة. تخيل بقى الوقفة دي لو انت طارح أسهمك في البورصة تعمل ايه في أسهم النادي الأهلي. هي دي يا جماعة، والله هي دي القيمة المتراكمة، محدش يكلمك في أي حاجة تانية. هي دي القيمة المتراكمة اللي بتخلي النادي الأهلي أعلى قيمة تسويقية، اللي بتخليه أعلى في قيمة في البث التلفزيوني، اللي بتخليه أعلى قيمة في الرعاية، اللي بتخلي استثماراته في الإعلام تبقى متصدرة جميع الاستفتاءات. هو ده النادي الأهلي الذي يقدم النموذج الاحترافي الحقيقي. يا اللي بتقوله الاحترافية هو اللي عنده السلامة المالية، هو اللي عنده شركة تدير هذه الأمور، هو اللي عنده ميزانية واضحة فلوسي جاية منين، هو اللي عنده بيقول بصرف إزاي وأين مصدر أموالي. هو ده النادي الأهلي اللي خد الرخصة بجدارة مش بمجاملة. لكن هو إيه السر؟ الأهلي مر بظروف، إيه سر إن الأهلي يحقق كل هذه النجاحات وهذه الإنجازات رغم كل هذه الصعوبات؟ الكابتن محمود الخطيب في كلمته في أبو ظبي أعتقد كشف عن هذا السر. من أساطير كرة القدم العربية الأفريقية وأيضا العالمية، شخصية محبوبة بشكل كبير في العالم العربي وأيضا في كل أنحاء العالم، بما أنه كان لاعبا كبيرا وأيضا رئيس نادي كبير، هو محمود الخطيب. كابتن محمود تحياتي لك كلاعب سابق كرئيس حالي للنادي الأهلي المصري مرة أخرى في دبي من أجل حضور هذا المؤتمر العالمي وجلوب سوكر ووردز. بشكرك جدا، وبشكر الحقيقة مؤتمر دبي العالمي، وبشكر يعني الحضور كلهم. وإحنا كنادي أهلي الحقيقة يعني تمثيلنا النهاردة في الاحتفالية شيء بيسعدنا وبيشرفنا. يعني
كابتن محمود، نتحدث عن الأهلي المصري بقيادة محمود الخطيب، ربما يعني كنت لاعبا كرئيس، كيف كانت الأمور؟ ماذا تقول؟ ربما أكيد طرح عليك كثير من المرات هذا السؤال، لكن أعتقد أن الإدارة أيضا صعبة جدا في نادي مثل نادي الأهلي. هو السؤال بيطرح كثير، بس أنا أساسا ما بطلعش في الإعلام أساسا، يعني بدي يمكن أول مرة أعمل انترفيو، مرة واحدة بس عملت في قناة الأهلي يعني. لكن لا شك أن طبعا يعني الكام سنة اللي فاتت كانت فيها بعض الأمور يعني، لكن الحمد لله بالإخلاص في العمل والشغل أعتقد النتيجة الحمد لله مرضية وطيبة، ويستحقها النادي الأهلي أنه يكون على منصة التتويج أو منصات التتويج الحمد لله بالنسبة لي بطولة أفريقيا وبطولة الدوري العام وبطولة كاس مصر. النادي الأهلي دائما بيلعب على البطولة يعني، الحمد لله أن ربنا كرمنا بيها، وده فضل كبير جدا جدا من ربنا، ودعم جمهورنا وإخلاص ولادنا اللعيبة وجميع الأجهزة اللي بتعمل في النادي الأهلي إخلاصهم في العمل يعني. يعني الإخلاص، الكابتن الخطيب بيقول لك الظروف الصعبة كان مهم جدا فيها الإخلاص. ما هو ما فيش نجاح من غير إخلاص في شأن الحياة وصدق مع النفس، انك انت ما تتجاهلش مشاكلك عشان تعرف تحلها، وانك انت وانت بتحل بتاخد بالاسباب الحقيقيه اللي لما تعمل كده باذن الله ربنا ينصرك، واذا لم يحدث الان سيحدث غدا، بس تبقى عملت الصح. ده نصيحتنا، دي الروشتة اللي النادي الاهلي متمسك بيها وبيقدمها لاي حد عايز ينجح. هو ده النادي الاهلي، وهي دي اسباب تفوقه.